على طريقة وكيفية حل المشكل. طريقة الدخول إلى المسار المتمدرس، نقوم بالضغط هنا على جوجل الخاص بكم، سوف يظهرنا على هذا الشكل. سوف نقوم بالبحث هنا على المسار، سوف يظهرنا على هذا الشكل. من ثم سوف نقوم بالضغط هنا، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الفضاء الخاص بالتلميذات والتلاميذ. من ثم سوف نقوم بكتابة هنا الاسم المستخدم وكلمة المرور. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على تسجيل الدخول. من ثم سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل الكتم. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم فيديوهات القادمة إن شاء الله.